السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتقول لك شات جي بي تي ما بيشتغلش معاك. طيب شات جي بي تي ده عبارة عن نموذج لغوي، في نماذج لغوية تانية كتيرة جدا، وفي نماذج لغوية كتيرة معتمدة على شات جي بي تي. يعني هو جواه أول ما بتكتب له حاجة في جزء من الثانية بيسأل شات جي بي تي ويرجع لك بالنتيجة، ففي زي وسيط في النص. تمام. طيب أول موقع معانا اسمه كاتب، ده زي ما انتم شايفين موقع بالعربي، ممكن تقول له اكتب لي موضوع عن كذا فيكتب لك مقالة مش بينسخها من أي مكان. تقدر تقول له انت بتكتب يبقى حط لي الصور. تمام. ممكن تقول له لخص لي مقاله، ممكن تقول له صمم لي صوره. ففي شويه مزايا جميله جدا فيه، ممكن ندقق لك فيها، تقول له طب شوف لو في اي اخطاء في المقاله دي صلحها لي. في موقع تاني، الموقع ده عربي ومصري، في امكانيات كتيره جدا، زي مثلا تدي له مقاله وتقول له لخصها لي، او اديني شحائل لطفل صغير، يعمل لي حاجات تحطها في المدونة، ويعمل لي وصف الفيديو. فده من ضمن المواقع اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، واللي ممكن المواقع اللي احنا بنقولها دي تغني عن شات جي بي تي. في موقع مثلا اللي هو الموقع دوت اي اي عربي، في نماذج كتيرة جاهزة بتسرع الاداء بتاعك، تقدر تختار من ضمن عشرات الحاجات، زي مثلا تقول له اكتب لي حاجه المدونه، اعمل لي وصف، تدي له منتج من امازون وهو يكتب لك وصف ليه، في ان هو مثلا يعمل لك بريد الكتروني ترحيبي، يرد على الايميلات، وهكذا. في حاجات كتير جدا. تمام. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعده. ده برضو من انواع اللي هي مرتبطه بجي بي تي، شات جي بي تي، وممكن تستخدمه على الواتساب. يعني ممكن تبعت رساله وخلاص تبقى على طول في اي لحظه بتفتح الواتساب وتبدأ تعمل شات معي. انا بستخدم حاجات زي كده، هو في اكتر من حاجة، لكن ده نوع من الانواع. حتى موجود في قلب الانستجرام، التليجرام. التليجرام من الحاجات اللي تقدر تعمل فيها بوت، فناس كتيرة بتعمل بوت متصل بالذكاء الاصطناعي وتسأله اي سؤال بالعربي بالانجليزي يجاوب بكل سهولة جدا. تمام. بكام ده؟ $9 في الشهر، واظن بيبقى فيه حاجات تجريبية كده في الاول. طيب ده برضو اسك في اي اي، بتقدر ان انت برضو تدخل وتسال زي ما انت عايز في اي موضوع انت عايزه. هقولك على من ضمن الحاجات اللي بتخليني استخدم الانواع ده من الذكاء الصناعي، ما بروحش لمحرك البحث. لان مثلا على سبيل المثال كان في تطبيق او برنامج عايز اشغله، وانا عارف عندي الامكانيات بتاع التطبيق بس مش شغال على الجهاز بتاعي، فروحت احد المواقع اللي هي بتاعت الذكاء الاصطناعي ديت، وقلت له دي امكانيات الجهاز بتاعي ودي امكانيات البرنامج، قارني وقول لي ايه المشكله او ايه الحاجه اللي انا مفروض ان انا ازودها او اعدلها عشان يشتغل عندي. هل هو كارت الشاشه؟ هل هو الرامات؟ الحاجات دي كلها. طيب ده برضو موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي ايزي اي اي، تقدر تبدا مجانا، وفي شويه امكانيات مميزه مرتبط حتى بشات جي بي تي 4 اللي هو بفلوس تقدر تعمل شات. هو ما لا يدعي ان هو منافس، هو بيقول لك انا هدخلك على شات جي بي تي 4 من غير ما تدفع فلوس كتير. تمام. زائد ان هو مقسمهم لك بالشكل ده، وتقول له مثلا ايه، اكتب مثلا بالاسباني كان دي لغه بتاعت الام ما فيهاش اي اخطاء، اكتب لي اغاني، اكتب لي نكته، بس بلاش اكتب لي نكته لان كل النكت اللي هو قالها يعني لا تصلح للنشر، يعني بايخه جدا. يعني ممكن تخليه يعمل اوتوميت، لما ممكن تديه مثلا حاجه صوتي يبدا ان هو يكتبها لك، زي ممكن تقول له مثلا اعمل لي بوست ينفع ينشر على لينكد ان، طب اعمل لي واحد خاص بالانستجرام، وهكذا. تمام. ده انا مسطبه عندي على الموبايل، ده تطبيق في اي وقت عايز تتكلم صوت كتابه بتلاقي الذكاء الاصطناعي بيرد عليك ويناقشك، وبعد فتره بيبقى كانه صديق ليك. يعني هو بيتكلم معاك غير اي حد، هو عارف الشخصيه بتاعتك وعارف انت بتحب ايه وهكذا، فبيبدا ان هو يبقى مخصص بالنسبه لك. فده من ضمن التطبيقات الجميله جدا. يعني ده شات اسمه يو، وده ممتاز جدا. هو اولا هو محرك بحث، زائد جواه شات زي شات جي بي تي، زائد جواه تكوين للصور، زائد جواه حاجات خاصه بالكود، يعني جواه يو كود تقدر ان انت تقول له انا عايز اكتب كود. تمام. فممكن تساله اي سؤال،
يبدأ إن هو يتناقش معاك، بيقول لي اسكت بالحساب بتاعك. لو جيت هنا هتلاقي في رايت يكتب لك في كود، إن هو يعمل لك كود حسب بقى لغة البرمجة اللي أنت بتحب تستخدمها. ده تطبيق كويس جدا لدرجة إن أنا مسطبه عندي على المتصفح، فأي وقت بعوزه بروح دايس عليه وأقول له أنا عايز أدبدش معاك. تمام، فمن التطبيقات اللي انا على طول بشتغل بيها. ليه ذكرته جميل؟ ممكن اخصصه اقول له دور في الموقع ده بس او جاوب في الموقع ده بس، فبستعين بيه كتير جدا في الشغل بتاعي. يعني كانك بتتكلم مع شات جي بي تي، انسى الاسم واتكلم معاه كانه شات جي بي تي، هتلاقيه رائع. ده برضو من ضمن المواقع الجميله واداه مفيده جدا، ان انت ايه تتكلم معاه بسهوله، وزي ما انت شايف ان هو بيبقى مناسب للاطفال، بيبدا يحط لك شويه صور جميله، تقدر تعمل شات with AI بشكل جميل. برضو من ضمن المواقع شايفين في يعني عشرات المواقع الخاصه بالذكاء الاصطناعي، فما نحصرش نفسنا في شات جي بي تي، لان اغلبهم كوبي بيست من شات جي بي تي. تمام، بالعكس بعضهم بيكون مميز. هو هنا المقارنه مش سليمه. هو شات جي بي تي تقدر تخليه يعمل لك بلوجريزم، وتقدر تخليه برومت تمبليت، تقدر تعمل له كل ده بتعمله بشات جي بي تي، بس لازم انت تكتب له، يعني تقول له تخيل ان انت مسؤول عن البلوجاريزم تشيك وهديك حاجه تفحصها بس، وبتلاقيه شغال معاك زي الفل. هي الفكره هنا ان هو مسهلها لك، بتختار من التمبليت اللي انت عايزه ويبدا يظهر معاك عايز تعمل لي ايميل وهكذا. ده برضو من ضمن البدائل لشات جي بي تي، تقدر تقول له اعمل لي بحث معين، اعمل لي مقاله، فبيبدا ان هو يكتبها لك في ثواني. زائد ان في حاجات بتبقى تمبليت جاهزه تدوس عليها خلاص بيبدا يناقشك حسب التمبليت اللي انت مختاره. برضو ده من مواقع كويسه زي شات جي بي تي، تقدر ان انت تساله اي سؤال يبدا ان هو يتجاوب معاك، وممكن حتى تبعت له ملف وورد او بي دي اف ويعمل لك تحليل ليها، وبعد كده تبدا ان انت تساله. الموقع اسمه جاسبر، ده برضو الموقع الجميله، تقدر برضو تستخدمه بسهولة. هو موجود معاك على طول، وتقدر اي سؤال تسأله لك كده ان هو يجاوبك ويوفر لك وقت. لما نعمل بس فيديو دعاية في حد مزنوق في الشغل، وشات جي بي تي الجاسبر بيساعده. ده هايبر رايت، نفس الفكره برضو، من انواع السهله جدا في التعامل. مجرد تسال كانك بتكتب لواحد صاحبك سؤال، تلاقي الاجابه بتاعتك جت. رايت كريم برضو من الحاجات الجميله، بيتسهل الشغل. في اغلبهم بيعتمد على شات جي بي تي، لكن هو مديك واجهه سهله في التعامل الاكثر والاقل. رايت سونيك ده بقى فيه اكثر من ميزه، يعني في حاجات خاصه بالكتابه، في حاجات خاصه بالصور، في حاجات خاصه بتقمص الشخصيه، فمن ضمن الادوات اللي انت هتسرع جدا وتتعامل معاه، لان هو متقسم بشكل سلس وجميل. نوشن ده من ضمن الحاجات الجميله جدا في الذكاء الاصطناعي، انا حتى معتمد عليه اعتماد كلي في ان انا بسجل اهم المواقع اللي انا بتعجبني او شفتها او كده. لو في برومت مميز ببدا اكتبه هنا، يعني هنا بالنسبه لي حاجه اساسيه. ليه؟ ممكن موقع نفسه يعني استخدمته وعجبني ومحتاجه في حاجه معينه بس مش فاكره، فبسجله هنا في نوشن بالشكل دوت. انا مسجل اهم المواقع اللي انا زرتها وبكتب لها وصف بالعربي، وممكن تيجي هنا في اي لحظه لو في اي حاجه تقول له انا عايزك تترجم لي الجمله دي للانجليزي. انا الانجليزي ده مش اللي انا كاتبه، انا معتمد على الذكاء الاصطناعي في الترجمه، وممكن تعتمد عليه في التلخيص، فممتاز جدا. ده برضو ام اي اس ار جي بي تي، هو جي بي تي خلاص هو الاصل، وبعد كده كله بتعتمد عليه. ممكن ارابيك شات جي بي تي، ممكن شات جي بي تي اي اي، عندك سوشيال ميديا تكست، ففي امكانيات كويسه جدا. اي اي تولز، ممكن تختار حاجة سهولة الكتابة، ممكن تختار الايميل، ممكن تختار حاجات السوشيال ميديا. ده ميزته بقى ان هو مش محتاج تسجيل، يعني عايز تسأل شات جي بي تي من غير ما تسجل ومن غير اكونت ومن غير اي حاجة خالص، ادخل على الموقع ده وابدأ ان انت ايه
تسأل السؤال على طول. longchat.ai تقدر ان انت برضو تستخدمه بشكل اسهل وابسط من شات جي بي تي. الموقع دوت بو الميزه اللي فيه ان هو فيه اكتر من محرك بتاع بتاع الذكاء الاصطناعي. يعني تقدر تقول له انا عايز اختار شات جي بي تي يجيبه لك، طب انا عايز حاجه ثانيه يجيبها لك، وتقدر انت تعمل بوت خاص بيك. تمام، في تقدر تختار اهو كل دي حاجات تقدر تستخدمها شات جي بي تي وبدائل بتاعته كلها موجوده تقدر ان انت تشتغل بيها. ممكن تقول له انا عايز ده انا عايز ده انا عايز ده انا عايز ده، بدل ما تروح للموقع لا هو جاهز معاك، انا عايز بالما، انا عايز ده انا عايز ده. وممكن تجرب مره ده يعني نفس السؤال تساله لهم كلهم وتشوف انهي الافضل. دي ادوات مثلا كويسه موجوده كلها ما هنا، دي بوتس موجوده برضو تقدر توفر عليك وقت. هنا مثلا برومت جينيوس ده موقع بيساعدني في ان انا اعمل البرومت اللي استخدمه بعد كده في الميد جورني مثلا. فالموقع ده خطير، وفي منه على الموبايل تطبيق خطير كويس. ده طبعا البارد ده المنافس لشات جي بي تي. جي بي تي جو ده دامج بقى لما بتسال اي سؤال بيشغل لك برده جوجل، فهو دامج شات جي بي تي مع الجوجل. والميزه ان هو موجود تقدر تسطبه على الموبايل بتاعك. طيب ده هاجنج فيس بيبقى ده عباره عن موقع ناس كتيره بتعمل برامج عليه. تمام، فميزه ان هو اوبن سورس وكود مفتوح وناس تقدر تتعلم. فده وحد عامل حاجه بتفتح على شات جي بي تي وتبدا ان انت تسال، بس لازم يكون عندك حساب على شات جي بي تي. الهاجنج فيس بيبقى فيه البرامج اللي بتضرب بعدين، يعني هو بيبدا من هنا وبعد كده بيطلق بواجهه مرئيه بشكل سهل. الموقع بتاع فلاش ده برضو الموقع الجميل في ان تساله اسئله خاصه بشات جي بي تي. كوبايلوت ده عباره عن ادنس بتسطبها على المتصفح بتاعك سواء كروم او اوبرا او فايرفوكس، وطول الوقت تساله. يعني في انت شغال مثلا عايز تكتب ايميل بتقول اكتب لي ايميل، فبتبقى ده مساعده ليك كان انت مجر سكرتير خاص بيك. ده برضو شات ويز ميرلين اللي هو الساحر ده بتسطبه وطول الوقت موجود معاك مساعد تقدر ان انت تساله عن الموقع او الصفحه او عموما زي ما انت عايز. ده الموقع ده برضو ممتاز، احنا اعتقد ان احنا جبناه قبل كده. وبعد كده محرك البحث بينج هو طبعا تبع مايكروسوفت، ومايكروسوفت مشتركه في اوبن اي اي او بتدعم اوبن اي، فتقدر تيجي هنا شات وتبدا تساله اي سؤال. تقدر تروح لايمج وتقول له اعمل لي الصوره الفلانيه فيعمل لك الصوره دي. تمام، طيب ده برضو نفس الفكره اللي احنا شايفينها. زي ما انت شايف في مواقع كتيره بديله ولا تقل خطوره عن شات جي بي تي، فتقدر تستخدم اي واحد فيهم انت عايزه. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو عندك اي مواقع حلوه يا ريت تكتبها لنا في التعليقات.